مساء الخير، رجعنا لكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامج عرب كافيه مع محمد الشريف. الحقيقة النهاردة نحب نستكمل حوار بدأناه في الحلقة الماضية. كنا اتكلمنا شوية كده وخدنا بعض الآراء واتكلمنا على موضوع ماتش الكورة والجزائر. احنا مش برنامج كرة قدم ولا احنا برنامج رياضي ولا لنا في الكلام ده أصلا، ولكن احنا لنا في مصر ولنا ما يمس مصر من قريب أو من بعيد، واحنا بنتكلم بشكل عام آراء مفتوحة. ما قصدناش الإساءة لأي حد ولا قصدنا إثارة بلبلة ولا أي غضب من أي جماهير، سواء من الجانب المصري أو الجانب الجزائري. ألف مبروك للفريق الجزائري وعدت على خير وخلصنا من الموضوع والحمد لله. نعود مرة أخرى لموضوع ثقافي، وهذا ما نود أن يعني يكون هو الموجود في البرنامج بصبغته العامة، ويكون له أثر برضو في المواطنين زي ما كرة القدم لها أثر في المواطنين، تسرهم وتغضبهم وتفرحهم. احنا برضو نحاول، واحنا برنامج اسمه عرب كافيه، يعني هو برنامج لكل العرب، مش مصر كافيه ولا العراق كافيه، هو عرب كافيه، يعني لكل الناس الموجودين داخل حدود الوطن العربي الكبير الذي ننتمي إليه. النهاردة حلقة استثنائية خاصة من حلقات البرنامج مع ضيفة كريمة، الحقيقة تثير جدلا دائما بآرائها الاجتماعية وآرائها السياسية، تتعرض إلى هجوم بين الوقت وآخر، ولها بعض المواقف المشرفة، والحقيقة كل مواقفها مشرفة، وهي كاتبة عظيمة أيضا، ربما لم يلقي الإعلام ضوءا كثيرا على ما تكتبه الأستاذة فريدة الشباشي الإعلامية والكاتبة الصحفية، وهي ضيفتنا في حلقة اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ، وشكرا على المقدمة الظريفة دي. حضرتك شرفتينا ونورتينا النهاردة. تسلم. الحقيقة يعني في لقاءات كتير حضرتك يعني ظهرت فيها في الإعلام، نعم، ولكن لم تلقي الضوء كثيرا على كونك كاتبة روائية. ايه رايك نبدا؟ لا، انا كاتبه قصه قصيره. قصه قصيره. نبدا من عند النقطه دي. مش عارفه يعني، يمكن مع انه يعني باراء الاستاذ نجيب محفوظ مثلا، وانا كتبت ده في حياته، ان في قصه من مجموعه عباره غزل ابكته، يعني نزل دموع منها من كتر ما تاثر بيها. قصه قصيره، انا بكتب قصص قصيره. وكان وأول قصة ليا اتذاعت في البرنامج الثاني، كتابات جديدة، أول قصة أكتبها في حياتي، والقصة خدت دقيقتين ثلاثة في القراءة و25 دقيقة. الدكتور عبد القادر القط الناقد الكبير جدا، شيخ النقاد بالظبط كده، وكانت الأستاذة سميرة الكيلاني الله يرحمهم بقى، هما الاثنين في كتابات جديدة في البرنامج الثاني، اتكلموا عن القصة بطريقة خلتني مش مصدقة إن ده أنا يعني. حاجة التالتة كمان، حضرتك كان يعني العمر كان وقتها قد ايه؟ انا بديت اكتب وانا عندي 21 سنة وشوية، يعني في السنة اللي قبل ما تم ال 22، وانا بتم ال 22 كنت كتبت اول قصة في حياتي اللي هي الانسان، اللي هي اتذاعت في كتابات جديدة، وما كنتش عارفة انها قصة، يعني كتبتها وقريتها الحماية الكاتب الكبير محمد وفيد الشواشي، و اللي هو ابو علي طبعا يعني، و كنت مرعوبه مش عارفه ده ايه يعني، واتفاجئت بانه اتحمستها جدا. العيله كلها كتاب والعيله كلها ادباء، فيعني اللي يظهر في وسطهم والله ما انا مش، انا مش من العيله يعني. ما هو انا مش من العيله، ما هو لازم يبقى مرعوب عشان مش من العيله. انا من بره العيله بس يعني يمكن علي استشعر فيا الجانب ده يعني، لان انا كتبت، بديت اكتب بعد ما هو اعتقل حتى يعني، لظروف لو جت وقت هنحكيها يعني. فالمهم انه يوسف ادريس اللي انا بعتبره تشيكوف الادب العربي، اللي هو في رايي اعظم كاتب قصه قصيره، يعني قال لي شوفي يا فريده يا شباشي اذهبي فانت قصاصه، ويوم هكتب كده عن المراه برضه في مجموعه عباره غزل، بس ما كنتش لسه عملت مجموعه، هعتبر نفسي وصلت. قلت له ما تقولش كده للجن، ده انت يوسف ادريس. قال لي وانا يوسف ادريس بقول لك كده.
فالحقيقه يعني جاتني شهادات كتير، ومره كتبت قصه برضو اسمها رساله الى اينشتاين، برضو ضمنتها في مجموعه عباره غزل. فقال لي ازاي مش انا اللي كاتب القصه دي؟ قلت له خدها وهات بقيه قصصك. يعني هي الفكره انه طبعا الـ يمكن ما فيش نقد او ما فيش احتفاء او ما فيش اهتمام بالقصه القصيره، بس انا بعتبر ده نوع من الكتابه، وانا ما اقدرش ازعم ان انا اقدر اكتب روايه، ما اقدرش. يعني جوزي الله يرحمه علي الشوباشي كتب روايات، كتب احلام بدريه، وكتب حاجه تانية مهمه قوي دلوقتي هفتكر الاسم لانه فيعني وكتب حاجات قصص قصيره متواليه زي الروايه يعني فهو الفكره انه كل واحد حسب استعداده. انا ما بقدرش اكتب اكتر من القصه القصيره. طيب اخر حاجه حضرتك كتبتيها في القصه القصيره؟ اخر حاجه كتبتها يعني المطبوعات الاخيره يعني في القصه القصيره طلعت مجموعه اسمها حبيبي الذي كان، ودي اخر قصه كتبتها في الفتره بعد انقطاع، وبعدين استأنفت، وبعدين ده في 2015 او 2017 اظن 17 او 18 يمكن السنه اللي فاتت طلع فحبيبي الذي كان دي يعني دي فيها مجموعه قصص، وبعدين طلعت كتاب اسمه محطات، ده بقى مش قصص، ده مواقف حصلت لي فبحكيها. يعني ذكريات حضرتك اكيد كتيره، واكيد في يعني تستوعب طبعاً يعني المجلدات تستوعبها اظن يعني، بس انا بحاول اعمل حاجات يعني فيها شهود موجودين واحداث موجوده وموثقه احياء، لاني ما بطئش التشكيك اللي بيكتبوا عن الاموات. نعم. يعني في ناس النهارده بعد 50 سنه من رحيل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بتتكلم على حاجات بيتكلموا كانهم كانوا معاه. احنا هنتكلم يعني على جزء خاص بجمال عبد الناصر، وهو من ضمن الحاجات برضو الاخيره اللي حضرتك كتبتيها مقال بعنوان انا بنت عبد الناصر. انا بنت عبد الناصر فعلا. نعم. وعلى فكره انا بقول وده حقيقي وشفت ده بعناية، ان سنه 70 يوم الرحيل وفي الجنازه كان في ناس يعني ممكن يبقوا ابو عبد الناصر او امه كانوا بيعيطوا على انه سايبنا لمين، يعني الاحساس بانه هو الراعي وهو الاب ترك حاله من الفراغ، كانت حاله بالظبط. وهو برغم ذلك كان كل اعضاء مجلس قياده الثوره معروفين ومعروفين بالاسماء للجمهور في ذلك الوقت، ومع ذلك بعد رحيل عبد الناصر شعروا الناس بعده بحاله من الفراغ، والجمله اللي حضرتك بتقولها ولغايه النهارده لغايه لما ثوره يونيو طلعت في القرى، يعني كل قريه شالت نعش ومشوا في اتجاه المقابر وكانهم بيدفنوا الزعيم عبد الناصر. بالظبط استاذ محمد. اتفضل. انت يمكن ما عاصرتش الفتره دي، انا عاصرتها. مظبوط. انا عجوزه، ده كل ده مزبوط. عايزين نسمع من حضرتك بس حضرتك كل ده عايز الشباب يعني مش في مصر بس. نعم. في الوطن العربي من المحيط الى الخليج. نعم. يعني كان كل منطقه عربيه، كل شبر عربي في جنازه. ده صحيح. يعني رحيل عبد الناصر حاله من الحزن. عبد الناصر العظمه بتاعته ان هو كان الثوره بتاعته كانت ملهمه، يعني وانا دايما بستشهد بحاجه قالها تشي جيفارا لما جه هنا، اللي هو ايقونه المقاومه يعني في امريكا اللاتينيه. هو من بوليفيا بس هو كان في كوبا يعني. لما جه هنا زار عبد الناصر وشافه قال له كان انتصاركم في بورسعيد املنا ونحن نحارب في الجبال. ده امريكا يعني الراجل ده. احنا لما كنا نمشي بالباسبور بتاعنا، وانا مره في هونج كونج سنه 87 بدي الراجل الباسبور بتاعي عشان ينزل لي الضريبه، يعني عشان وانا خارجه ما ادفعش ضريبه. قام بص لي كده وقال لي ايجيبشن؟ قلت له انا ما اعرفش انجليزي، فقلت ربنا يستر يعني. قال لي ناصر؟ قلت له يس. ما هو دي بقى اول ما قال لي ناصر فقال لي ناصر جود، قلت له فيري جود. مش عايز اقول بقى قال لي ايه بعد كده. بس ايه يعني احنا انا دايما بقول انه في ناس صعب عليها ان احنا يبقى عندنا يعني القامه الكبيره والرمز الكبير ده، زي ما تقول كبير العيله والاب بتاع الجميع وزعيم القبيله واللي انت عايزه يعني، وكل اللي بيجوا من كل انحاء الوطن العربي
يسلموا عليه ويلطعوا الكريمة زي ما بنقول. ماشي؟ فلما مات جايين متشحتفين بقى، بيعزونا بيواسونا. قلنا لهم بتعزونا على ايه؟ ده كان وكان وكان وكان، وحصل ناس تقيأت بالرئات لا يمكن تخطر على بال، فكل اللي كانوا بيحبونا دول تفوا علينا ومشوا. انا ده انطباعي، لان انا عشت ده. انا عشت مره كنت راكبه مع تاكسي والراجل افتكر كان جزائري او مغربي يعني، فانا بقول قال لي انت مصريه؟ كنت بره، قلت له ايوه. قال لي انتوا ليش بتشتموا عبد الناصر؟ قلت له والله ما شتمته، انا بحبه يعني، انا بريئه، انا بنته بالظبط كده يعني. بس عشان اقول لك قد ايه في ناس اساءت للشعب المصري والمصر، لان عبد الناصر في رحاب الله. انا لما اجي اتكلم اقول عمل ايه سياسيا، مش اشتم فيه يعني. حد يقول لك كان بيجيب اكله من سويسرا، وحد يقول لك كان بيعلق مش عارف مين، وحد انا جوزي اتسجن اعتقل 6 سنين الا 3 اشهر، ولما شاف الكلام والافلام والحاجات عن ما يسمى بالتعذيب في سجون عبد الناصر قال لي ده كلام يعني كذب. هو سجن في فترة عبد الناصر ست سجن سنين الى 3 اشهر. وطبعا هو شاهد على التعامل داخل السجن. طبعا قال لي اقصى حاجة كانت جلد. طب تعالى روح فرنسا وتسجن وشوف هيحصل لك ايه. يعني اصل يعني في ناس بيتكلموا وهم من ابشع ما يمكن ومن اقسى ما يمكن ومن اكذب ما يمكن. ممكن استوقف حضرتك عند حاجه؟ يعني نعم. هو اللي بيتسجن في فرنسا بيتجلد؟ طبعا طبعا. ما شفتش انت في الجيلي جون دول اللي هم السترات الصفر؟ بس طبعا في وقت معين مش دلوقتي. لا قصدك يعني. شوف على حسب المجرم هو ايه. يعني على حسب المجرم الجريمه يعني. على حسب الجريمه والمجرم يعني. ممكن يكون واحد جوه مثلا بيضرب في البوليس، فالبوليس هيضربه ولا هيديله الخد الاخر؟ طبعا ده شيء طبيعي. يعني هي دي الفكره يعني. يعني لما يكون في اشتباك تقصدي حضرتك؟ لما يكون في اشتباك يعني شبك بالايدي. بس على فكره مقاومه سلطات زي ما بيقولوا يعني. اللي انا سمعته، انا ما اتسجنتش في فرنسا لا. لكن اللي انا سمعته انه الـ يعني السجن قاسي قوي. قوي. انا اتسجنت هنا يوم او ليله كده يعني. برضه بتزوير يعني. الناس راحوا بلغوا المباحث العامه ان انا هقود مظاهره وهو عبد الناصر راجع من الخارج، وانا ما كنتش عارفه انه في الخارج اساسا يعني. كنت لسه ما بحبوش، وكنت ملهيه في سجن جوزي. فكنت راجعه من اسكندريه في المحاكمه، وصلت البيت وجم خدوني، والمهم ايه، وراحوا حجزوني في المعادي. عندي قصه هقولها لك عمري ما قلتها قبل كده بس مأثره فيا قوي. الجدع اللي بتاع القهوه اللي بيدخل ويخرج، انا كنت قلت له مش معقول ما تسجنونيش مع يعني مجرمين. يعني خلوني، فطلعوني بره، بقيت ابص من الحديد كده. والضابط قاعد بتاع المباحث، فالجدع ده بتاع القهوه بيدخل ويخرج يدخل ويخرج ولا معبرني يعني، لغايه لما جه ضابط مباحث بيقول بتاع الاسم يعني، بيقول له ايه دي؟ فانا قلت له اسمي فريده الشوباشي. مش دي، انا مش جايه هنا مومس ولا عاهره، انا جايه هنا عشان سياسه يعني. صرخت فيه بقى. فاسم الولد ده يطلع ويرجع بعد شويه، هو الراجل ما ردش عليا، يرجع بعد شويه جايب لي شاي القهوجي ده. وبعدين قال لي انت عايزه حاجه؟ قلت له ميرسي قوي، بس انا عايزه اتكلم اهلي، عيله جوزي يعني، تقول لهم ان انا فين. وعمل ده. وبعدين طبعا بعد كده طلعوني، لانه كان وقتها كان عبد الناصر اصدر امر بعدها انه ما فيش اعتقال للستات يعني للسيدات يعني. فطلعوني، والضابط المباحث بقول له اديني ورقه ان انت كنت ماسكني اليوم ده عشان شغلي. قال لي روحي اليه يرفدوكي. بس كده ببساطه كده. طيب حضرتك يعني الاحداث داخل مصر اللي عصرتيها في الفتره الناصريه، حضرتك انا اول مره اعرف انك ما كنتيش ناصريه وبعدين كنت بقيت ناصريه. اقول لك ازاي؟ اول مره اعرف المعلومه دي. ما هو بقى الحد الفاصل ما بين الناصريه واللا ناصريه؟ هقول لك الحد الفاصل. انا طبعا وقت يعني انا مثلا لما تأممت قناه السويس كان عندي 18 سنه، كنت عماله بسقف مع اهلي وطايره من الفرح. وابويا كان فرحان وامي كانت فرحانه يعني كده يعني. لما اتجوزت علي، انا ما بفهمش حاجه في السياسه، لما اتجوزت علي واتمسك
اعتقد انا ما كنتش فاهمه حاجه فعلا يعني، مش بقول دلوقتي خلاص يعني ممكن اقول يعني. فحتى علي مره قال لي على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، قلت له ايه؟ قال لي انا شيوعي. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني ممكن تتجوزيني النهارده وبكره اخد 10 سنين سجن. فقلت له يا سيدي يعني ايه، على اعتبار ان الموضوع بعيد يعني، لكن مش عارفه يعني ايه شيوعي. بعد كده فهمت يعني ايه شيوعي، يعني اقامه ديكتاتوريه البروليتاريا واطاحه بالحكم وعمل الطبقه العامله وكلام اللي انت عارفه ده يعني كلنا عارفينه. فالمهم انا ماليش دعوه. قلت طيب. هو بقى في الوقت ده عبد الناصر قالها مره الاستاذ خالد الله يرحمه، قال ان هو قال له انا حاسس ان في تنظيم هنا، كان في جريده اسمها الحريه شيوعي. اه فالمهم ان هو فهم ان في تنظيم سري فاعتقله. لما اعتقله طبعا ما كنتش بحب عبد الناصر، كنت بس لما كان يجي يخطب كنت ابص كده اقول له النبي تقعد ساكت مش عارف، وبعدين ابتدي اتهبل على كلامه وعلى طريقته كمصريه بقى وكواحده بحس بوطن يعني، لغايه لما يوم 9 يونيو مساء سنه 67 انا بقى بطلت، ما فيش بقى مش هسمع احمد سعيد ولا غيره ولا بتاع، جبت الراديو وبقيت تل ابيب صوت امريكا، تل ابيب صوت امريكا، وجوزي كان قاعد معايا. والاخبار مش زي بعضها، زي بعضها بالملي، تل ابيب وصوت امريكا اسطمبه واحده. لدرجه المذيع كنت فاكره ان هو هو في الاذاعتين، وهذا الديكتاتور يجب ان يرحل على عبد الناصر. زي ما كده بيرحلوا كل ديكتاتور ويعملوا لنا ديمقراطيه عظيمه زي ما احنا شايفين كده. المهم فانا بصيت لعلي وقلت له ايه ده علي؟ دول اعدائي، اذا اعدائي بيكرهوه للدرجه دي يبقى هو حبيبي. فعلي حبيبي لانه كان شريف ومحترم، عينيه اتملت دموع وبصيلي كده وقال لي ما هو نفس سيناريو محمد علي بيتكرر، لان مصر كانت كبرت. انا عايزه الجيل اللي بيسمعنا دلوقتي واللي بيشوفنا يعرف ان عبد الناصر لما خطب في الازهر الشريف سنه 56 وقال سنقاتل ولن نستسلم، جميع انابيب النفط في الوطن العربي من المحيط الى الخليج اتفجرت. مين اللي فجرها؟ مش الملوك طبعا، الشعب. فالملوك يعني حطوا بامبرز وطلعوا على الامريكان وقالوا لهم خلاص اتحددت 67 بقى بعدها. طيب وده راجل ما فيش لا بالسلاح ولا بالسجون زي ما يتقيأوا البعض الوقت يعني، ده الشارع بيحبه، الشارع بيحبه. فالمهم فاول بقى ما علي قال لي كده وبعدين واحنا قاعدين وسمعت ان هو بيقول حتنحى، انا كنت حامل في ولد تاني بعد نبيل ابني، ونبيل كان عنده سنة وشوية، ورغم انه جبته في السنة الثامنة من جوازي، حتى حد بيقول لي مرة قلت له كان متعطل بقرار جمهوري هو نبيل. المهم ان نزلت جري، فعلي قال لي فين؟ راح فين؟ قلت له الشارع ما يمشيش. في اللحظة دي حسيت ان عبد الناصر حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي وبالنسبة لوطني، لانه ليه اعدائي مش عايزينه؟ ما هو مش ممكن انا ابقى يعني ابقى مخي متكلس لو فهمت انه هم عايزين لي خير يعني. يعني من كلام حضرتك الموقف اللي الواحد بيبني عليه اراءه منتظر موقف سياسي او بيشوف اعدائه بيفكروا ازاي وبيشوف دولته ماشيه ازاي، انا مش وبعد بشوف كده يحسب بقى يعني. انا بالصدفه نعم. يعني انا ما هو يوميها كنا بنسمع عايزين نعرف. انا فقدت الطفل ده في الهزيمه، وعشان كده بقول لهم يعني اللي يقول لك الاتحاد الاشتراكي نزلنا، قلت لهم وانا يعني خدت 50 قرش وسبت رحت فقدت طفل بس في حد قال لحضرتك انت عميلة عبد الناصر مش عارف انت بتاخد منه كام على كده؟ لا ما انا برد بقول لهم ان انا طبعا عاملته هو من الاخره من الدار الاخره بيبعت لي كل شهر ظرف مليان دولارات. عارف ليه هم بيقولوا كده؟ لان هم ما عندهمش حاجه اسمها مبدا، كله بالدولار، كله بالدولار يعني، كله بالفلوس. طيب كله بالمنافع. حضرتك تلاحظي مؤخرا ان الهجوم على عبد الناصر اصبح مستمر كوميدي؟ اصبح كوميدي، كوميدي ودرامي برضو، لانه في ناس مش فاهمه من ضمن الكوميديا اللي نعم. حضرتك ممكن تشوفيها او تسمعيها او تقريها عن يعني بعض الاعداء لثوره يوليو، وعلى فكره اعداء ثوره يوليو وحضرتك يعني اكيد متفقه معايا في الكلام ده، اعداء ثوره يوليو هم اعداء 30/6 طبعا، هم نفسهم. انا بقول 30/6 طلعت من رحم 23 يوليو نعم.
وممكن اقول لك ازاي، لان انت في 23 يوليو انت طلعت ضد ملك وضد احتلال. يعني انا ساعات والله بحس ان انا خجلانه لهم انهم بيترحموا على ايام الانجليز وايام الملك يعني. وطبعا بقى البدع اللي طلعوها لنا، وكنا مدينين امريكا وكنا حاكمين العالم وكنا مصر والسودان، والجنيه كان بكام، والجنيه كان ب 1000 مليون جنيه وحاجات. ممكن حضرتك تعلق لنا على جزء واحد بس، خلي الكوميديا يعني اعلق لك انا، اللي هو خاص بالسودان. بالايه؟ السودان. السودان اه نعم. اذا كنت انا مصر كنت تحت الاحتلال البريطاني، والسودان والسودان كانت أنا تحت فهم. الاحتلال البريطاني، فأنا بقى هبقى ملك مصر والسودان. ده كان تقسيمة الإمبريالية اللي موجودة في المنطقة اللي هي الإمبراطورية البريطانية. مزبوط. أنا عايزة بس أقول حاجة، أنا في طفولتي وأنا عندي سبع سنين كنت بلعب في حلوان، وكنت عمالة أشوط زلطة، أشوطها زلطة يا بلعب طفلة. فكانوا الإنجليز راحوا القناة، بس كان فاضل حاجة منهم كده يعني، لأن حلوان كان فيه معسكر جنبها يعني. فوانا بضرب الزلطة، فالراجل كان فيه اتنين انجليز اتنين بريطانيين يعني، بس يعني لأن واحد أسمر وواحد أشقر، فجت عند رجل الأشقر فراح عامل رجله تانيها كده، وفاتت الزلطة من تحت رجله، وهي بتفوت من تحت رجله كان إيده في جيبه بيطلع مسدس. فعشان أنا قطة يعني حيوان يضربني وما فيش مشكلة يعني. فالأسمر اللي معاه، تعرف انه كانوا يجيبوا من افريقيا ومن وحتى من مصر، احنا قتلنا لهم حاجات يعني. راح ماسك ايده كده، انا اول ما شفت المسدس وهو ماسك ايده انا قلعت الريح يعني، سبقت الهواء وطرت على البيت وفضلت مش قادر اخد نفس يعني. هو ده اللي انا شفته من الاحتلال ومن وقت حكم الملك يعني. انا كمصريه، روح مصريه، طفله ولا كبيره ولا بتاع، ماليش سعر يعني. أنا ثورة يوليو خدت لي سعر. أنا ثورة يوليو مش هنسى زغروتي أمي لما عبد الناصر لغى الألقاب اللي للأسف عايزين يرجعوها دلوقتي، معالي وسعادة ومش عارف إيه وقرف يعني. أنا برفض ده. حضرتك ضد الألقاب جدا اللي هي معالي؟ طب ما كله ده كل الناس بتقول كده، ما هو ما كانوش بيقولوا يعني. ما كانوش بيقولوا هم. ما هو ده من يعني في حاجات ساعات بتحس إنك أنت يعني ان في يعني اوركسترا. طيب كانوا بيقولوا ايه للظابط زمان ايام جمال عبد الناصر؟ مش يا باشا؟ لا لا ابدا. امال كانوا بيقولوا له ايه؟ حضره الظابط. حضره الظابط. حضره الظابط. البشويه والحاجات دي بدات بعد عصر الانفتاح يعني بعد رحيل عبد الناصر. انما ايام عبد الناصر كنت بتحس، وده كان حاجه حلوه بالنسبه للانتاج وبالنسبه للابداع وبالنسبه للعلاقه المصريه، انك انت تفرق عن واحد تاني بانك انت بتشتغل بالكفاءة بالتفاني في العمل، مش بانك انت ابن مش عارف مين. انت مش عارف انا ابن مين، ما تبقى ابن اي حد، ايه المشكلة؟ طيب الواسطة دي مستمرة من قبل الملك حتى هذه اللحظة؟ لا، في ناس متمسكين بيها. ما هو في ناس بيقولك ان عبد الناصر ارتكب جريمة، خد من الاقطاعيين ارض يعني. فرنسا ما خدتش ارض في الثورة الفرنسوية، ذبحتهم، ذبحت الإقطاع. إنما عبد الناصر عشان حدد الملكية عمل جريمة. ومين اللي بيدافع عن مين اللي بيستنكر الجريمة دي؟ الناس الشحاتين. تعرف أنا مرة كنت مع الأستاذة ماجدة السعيد في برنامج، فكنت أنا وفي ثلاثة أو أربعة تانيين يعني ضيوف، فكل واحد فيهم قبل أنا ما أتكلم أول حد، مش فاكرة طبعا ستات ولا رجالة يعني، بس إيه، أنا أصل إحنا عبد الناصر أممنا، طيب تاني، أصل إحنا عبد الناصر حدد ملكيتنا، أصل إحنا عبد الناصر حطنا تحت الحراسة، أخد فلوسنا. فجات عندي أنا قلت لها واضح إن مفيش حد في القعدة دي عندك ابن شحاتين غيري، لأنه كله طيب. لما 70 أو 80% كلهم كان عندهم أملاك ومش عارف إيه وبتاع، أمال الناس اللي طلعت دي مين دول؟ طيب خليني أعلق على حاجة يا أستاذنا، يا نعم. أستاذتنا، في عندنا يعني بعض الآراء اللي بنراها دلوقتي اللي هي خاصة بالاقتصاد أيام جمال عبد الناصر، وإنه دخل مجموعة من الحروب وخلى البلد تدين ودخل خاض مجموعة من الحروب ولم ينتصر في أي حرب، وبعدين مصر استدانت تقريبا مليار أو 2 مليار في ذاك الوقت
ومات وهي الديون موجودة على مصر، ولم يتم فعلا تنفيذ خططه بالكامل أثناء فترة حياته اللي هي تعتبر فترة طويلة نسبيا. نعم. الرد بقى يعني من حضرتك على هذا الرد اللي أنا عايز أقوله، إن مش ممكن ناس عندها روح العبودية والندالة للدرجة دي. يعني أنا الوقت كده يعني هم عايزين إيه مثلا، يبرقوا إسرائيل؟ يعني في ناس يقول لك ليه أمم القناة وجاب لنا حرب؟ ما هو كانت بريطانيا كانت هتمشي. حد يصدق إن بريطانيا كانت هتمشي؟ طب لو كانت بريطانيا كانت هتمشي بعد 3-4 سنين تقوم تدخل حرب؟ لا، يعني في برضه مخ، ولا أنا غلطانة؟ يعني لو كان في نيتها إنها تمشي كانت قالت يلا في داهية 3-4 سنين. لكن دول كانوا بيعملوا أعمال توسع في القناة وبيعملوا شغل فيها. يبقى إذن مطلوب إيه من عبد الناصر؟ مطلوب ان هو يقعد جنب الحيطه كده زي ما هم عايزين. يعني القناه، انا شفت فيلم في فرنسا، فيلم وثائقي يعني، ناس بتحكي زي اللي بيحكوا عندنا هنا كده برضو، قالوا ده حرامي، ده سرق القناه. تخيل انت ان قناه السويس بقدره قدر بقت في اوروبا. الفيلم الفرنسي بيقول ان عبد الناصر سرق القناه، قناه السويس. طيب لما يأمم قناه السويس يبقى هو ادانا حرب، ولا المجرمين اللي جم ضربونا هم اللي مدانين؟ مين اللي مدان هنا؟ طيب في العدوان، يعني بمعنى ان الحروب اللي خاضها عبد الناصر ما خاضهاش، فرضت عليه. فرضت عليه. نعم. انا بقول اهو، طب حد يقول لي يعني هو راح ضرب فرنسا وبريطانيا فجم يردوا الضربه؟ اما بالقناه بتاعتنا، قناتنا في ارضنا، شرياننا، هم مالهم الا استغلال بس؟ ادي حاجه. الحاجه الثانيه، في 67 هو جمال عبد الناصر خد الطيارات والدبابات والمش عارف ايه وراح ضرب تل ابيب، ولا اسرائيل اللي ضربتنا؟ انا عايز اقول لك بقى على حاجه انا كاتباها في المصور بس مش فاكره، في التسعينات يمكن، انه في يا 24 يا 26 طيار فرنسي حط تحتيها مليون سطر، قلدوا او سمى لمساهمتهم في قصف مصر سنة 67. مفيش حد ما اشتركش من يعني من الناس اللي هم ضد أي تحرر أو ضد أي إلا يعني مفيش. طيب أستاذ فريدة، فرنسي ده خد بالك دول مش إسرائيليين، احنا اللي خدنا إنه إسرائيل ضربتنا. فرنسيين اشتركوا في ضرب مصر. وبعدين بيقعدوا يلطموا ويصوتوا ويندبوا عشان اتهزمنا، ما فرنسا اتهزمت والمانيا اتهزمت واليابان اتهزمت وامريكا في بيرل هاربر اتهزمت. اصبحوا دول متقدمه. مفيش يعني الهزيمه العسكريه دي مش، بس انا بقول بقى اللي هم مش عايزين يقولوه وهيموتوا منه، ان احنا نزلنا في 9 يونيو مساء هزمنا الهزيمه. هقول لك ليه؟ لانه اسرائيل وامريكا اللي انا كنت بسمعهم انه خلاص عبد الناصر يروح بقى وانتم امشوا جنب الحيطه. فاحنا نزلنا قلنا لها لا، عبد الناصر هيفضل. ولو احنا ما نزلناش في 9 يونيو مساء لا كان في حرب استنزاف ولا كان في عبور، ولا انا غلطانه؟ كان زمان نتنياهو قاعد في القصر بتاع الرئاسه. هو دي الناس اللي ما عندهاش ولاء وطني، مع ان الوطن ده اجمل حاجه في العالم واكتر حاجه يعني. انا مره حد واحنا بعد ما خلصنا يعني شغلنا في فرنسا، الله يرحمه علي الشوباشي وانا، فبيقولوا لنا انتوا طب انتوا ليه يعني ايه اللي هيرجعكم مصر؟ قلنا لهم ايه اللي ما يرجعناش؟ ده انا كنت بمشي في الشارع اعيط، وحشاني بلدي وحشني الشوارع وحشني. طيب خلينا نرجع فرنسا كده ونسال سؤال على فتره اقامه حضرتك وحياتك العمليه كاعلاميه او صحفيه برضه. نعم. في اوروبا حضرتك اشتغلت في اذاعه مونت كارلو؟ ايوه طبعا اشتغلت. ليه بقى؟ ما هو شوف المفارقات اللي بتحصل في حياه الانسان. طيب اكمل السؤال؟ كمل. طبعا أنا حضرتك اشتغلت في إذاعة مونتي كارلو، وكان لك دور في شرح القضية الفلسطينية للمجتمع الأوروبي. نعم. إزاي عملت حضرتك حاجة زي كده؟ هقول لك، أنا اللي جننهم مني مش إن أنا كنت بقول للأوروبيين القضية الفلسطينية، يعني أنا في موقف مع الإذاعة نفسها. نعم. موقفين. نعم. عايز تعرفهم؟ لا طبعا، الناس عايزة تعرفها. بص يا سيدي، أنا في حاجات ربنا عاملها كده في حياتي ملهاش تفسير إلا إنها إرادة إلهية. يعني أنا رايحة أشتغل محامية في مكتب الدكتور محمود أبو عافية، محامي دولي
في باريس لاني مصريه وما اقدرش اشتغل بالمحاماه الا وكنت محاميه هنا في شركه اسمنت تورا. فلما رحت هناك من غير تفاصيل كتير يعني الدكتور محمود ابو عافيه استشهد في طياره البوينج الليبيه اللي ضربتها اسرائيل واستشهدت فيها سلوى حجازي سنه 73 كويس؟ بأصدقاء وكلام وكده ومناقشات طويلة عايز أرجع لا طب إيه طب ما أنت بتعرفي فرنساوي وعربي استثمري إجادتك للغتين امتحنت في مونت كارلو يعني بسبب إسرائيل أنا سبت المحاماة ورحت الإعلام قعدت أشتغل أنا بقى أنا في الإذاعة دي يعني كذا دولة عربية طلبت رفدي أكتر من مرة يعني منهم حتى مصر لأن كنت بقول الحقيقة اللي أنا شايفاها وعشان كده محدش قدر يلاقي لي زلة اللي هي إيه بقى الحقيقة اللي كانت مزعلة بقى دول عربية بما فيهم مصر كله اللي هي إيه حاجات كتير ما هو ده على حسب بقى مثلا مصر كنت مرة كتبت كان السادات عمل حبس ناس وعمل قوانين فظيعة يعني ف أنا قلت الحدث كله يعني والوقائع لأن أنا صحفية وحطيت تعليق للفاينانشال تايمز عمري ما هنساه إنه لو كان هذه الإجراءات لا داعي لاتخاذها فنحن نتساءل لماذا أقدم عليها الرئيس السادات أما إذا كان لابد من اتخاذها فإن الوضع يبدو أخطر بكثير مما يبدو لنا من الخارج قفلت الورقة كده يعني المداخلة بتاعتي كده فحصل احتجاج ومن الخارجيه ومن الداخليه ومن كل حاجه في مصر يعني وانه انا لازم اترفض يعني وشاهد على الواقع دي على فكره صديق حازم فوده في فرنسا يعني في باريس فاذا في مثلا السعوديه يعني كان في برضو حاجات خاصه بايام غزو العراق يعني انا كنت بقول طبعا مش فاكره كل الحاجات بس كنت بقول ايه اللي قدامي الحقيقي عشان كده لغايه لما جت بقى الطمى الكبرى في انه طلب مني ان انا اروح اعمل انترفيو مع شيمون باريس الذي وصفه الدكتور محمد مرسي الصديق العزيز بانه صديقه العزيز حتى انا كتبت له مقال وهو في السلطه قلت له باريس يا راجل يعني لان انا اذيت منه يعني كمان يعني فرفضت اعمل انترفيو مع شيمون باريس وكان في ناس حتى يساريين كبار مش عايزه اقول اسمهم لان بعضهم مات طب ليه يا فريده ما قلت لهم بكرههم مش عايزه باريس ده بالنسبه لي سفاح يعني قتل فلسطينيين وقتل مصريين ما عملوش حاجه في حياتهم الا قتلنا احنا كعرب يعني المهم وانا عندي الاحساس بالعروبه على فكره وعشان كده رايي انه احنا لازم ناخد بالنا من كلام كيسنجر وكلام كوندوليسا رايس كيسنجر اللي قال اكبر ضمان لبقاء اسرائيل في المنطقه العربيه هو تفتيت المنطقه الى دويلات عرقيه وطائفيه وكوندوليسا رايس اللي سميته وده بالفعل حصل لحد ده اللي بيحصل محاولات كمان مستمره وده اللي يوريك ليه عبد الناصر كان عدو وما زال عدو اعداء الامه العربيه واعداء الوطن العربي. الحاجه الثانيه نعود لشيمون باريس ان كان شيمون باريس رفض فالمدير بعت لي انا عامله ده في كتاب اسمه كاتم صوت حتى الوثائق وحتى ال الاوردرات لا التكليف يعني حتى أوامر التكليف يعني. صور الجوابات وكله ما انا اتحكمت 10 سنين المهم فهو شيمون باريس المدير بعت لي كان وقتها ان انت مخك اتحجر لان في سلام دلوقتي واحنا يعني زي الديمقراطيه ده كان بعد 79 طبعا ده كان 94 94 بدأت المعركة في 94 فأنا يعني قلت له أنا مش هعمل معاه مش هعمل أنا شخصيا متعينة في الإذاعة دي عشان أنا بتكلم عربي وهو حضرتك شايفة إن الإعلامي العربي لو طلب منه إن هو يعمل حتى مع ألد أعداء العرب مقابلات تلفزيونية أو لقاءات صحفية يرفض من حقه يرفض؟ أنا بلاقي إن أنا رفضت ولا حضرتك كشخصية مش قابلة اللقاء معاه هو شخصيا؟ أنا من الناحية القانونية أنا متعينة في إذاعة عشان بتكلم عربي وقلت في المحكمه ما قدروش عليا عشان كده انا محاميه قلت لهم انا لما اجي اتكلم مع هو مين اللي حاكم حضرتك مين الجهه اللي حاكمتك فرنسا بتهمه كانت هتبقى معاداه الساميه
بس انا انا هقول لك اهو. اتفضلي. اتفضلي. قلت لرئيسة المحكمة كانت ست محترمة يعني، قلت لها أنا دلوقتي متعينة في الإذاعة دي. أنا بقى طبعا إجادة اللغة نفعتني قوي يعني، مش عشان أنا أرابوفون يعني بتكلم عربي، عشان أنا إيجيبتوفون يعني لهجتي مصرية. وأنا لما أروح أعمل انترفيو مع شخصية كبيرة أنا مش عايزة أقعد أترجم هو بيقول لي إيه، أنا عايزة من كلامه أبني سؤالي التالي. فهي قالت يعني انت عايزه تقولي يا مدام شوباشي ان انت لا تسيطرين على ملكاتك المهنيه الا بلغتك الام؟ قلت لها بالظبط كده. وبعدين انا بقالي 20 سنه عمري ما عملت انترفيو مع حد هنا بقى ارابوفون يعني ناطق بالعربي، مش اراب عربي. قلت لها ارابوفون يعني برازي يتكلم عربي، روح يتعلم عربي ويجي انا اعمل معاه ايه؟ هيكون مت انا اللي هو مات. يعني عايزه اقول انه انا إلا إسرائيل يعني أنا واحدة رأيي إن عدوتي هي إسرائيل. انتهت القضية بإيه؟ انتهت بإن أنا اترفدت الفصل بس من العمل الأول. الأول طبعاً لما أنا فنت الكلام ده كله فتغيرت الإدارة، فجت إدارة تانية بقى حب لا نسيت أقول لك على حاجة برضو عملها الراجل ده، إنه جاب لي سلمان رشدي مرة وسلمان رشدي ده اللي كتب آيات شيطانية وشتم في الإسلام وفي القرآن، فأنا رفضت أفوته في نشرتي لأنه كان فات يعني مهنياً ما عنديش غلط. نزل في نشرة ستة، أنا بعمل حاجة اسمها بانوراما، قلت له مش هفوته عندي يعني. فعندي الحاجتين دول موثقين في الكتاب كاتم صوت، عشان في ناس تقول لك مش عارف إيه. يعني أنا رأيي إن لو حد فيهم لازم يقف ضد إسرائيل وضد واحد شتم الإسلام ويضيع شغله، ما اعرفش مين اللي يقدر يعملها يعني كتير زي كده ولا لا. يعني هو مين اللي شتم الاسلام؟ سلمان رشدي. يعني متاري هو عمل ايات شيطانيه. طبعا وكان مطلوب اعدامه وكان ايامها الخميني رفض الجائزه اللي يقتله يعني. فهو المدير بقى مثلا ساعتها قال لي ما معناه دي مش اذاعه ابوكي يعني مش انت اللي تقرري. فانا عشان انا محاميه رديت عليه قلت له احنا عندنا ماده في اللائحه بتاعتنا بتقول ان احنا بنتوجه الى شريحه من الناس لابد علينا من مراعاة حساسياتها الدينية والثقافية والاجتماعية، فأنت هتودي فرنسا في داهية. ومن موقف شيمون بيريز حضرتك شرحتي يعني انتمائك للقضية الفلسطينية بشكل آخر برضو داخل فرنسا؟ لا لا أنا في كل اللي كنت بزيعه يعني محمود درويش الشاعر الكبير وليا زميل عايش وشاهد على ده كان بيقول لي بس يقولوا في الإذاعة فريدة الشوباشي كله يسكت يعني كانوا بيسمعوا يعني. فهو ده كان التأثير بتاعي اللي خلى إسرائيل تقول لا دي تمشي. واحد زميلي موجود النهاردة في باريس قال لي فريدة عليكي فيتو إسرائيلي بيقولوا هاي لازم تمشي. قلت له أمشي خلاص. هم يعني من خلال الموقف حطوك في دائرة. المفارقة العجيبة إن إسرائيل هي اللي خلتني رحت مونت كارلو. لو كانت سابت الراجل المحامي كنت اشتغلت محامية. وإسرائيل هي اللي ما طاقتش وجودي لأنه الراجل السفير الإسرائيلي قال لي بتوع الإذاعة دي لازم تمشي لسبب. بس خلينا إن حتى اليهود نعيد حاجة عشان الناس ما تمسكهاش على البرنامج اللي هي إسرائيل اللي ودتك مونت كارلو معناها إن هم ضربوا الطيارة اللي حضرتك أيوة كنت بتشتغل في مكتبه. لا ما أنا قلتها في الأول. نعم نعم. فال تنسيتني انا كنت هقول ايه في كنت بقول اتفضلي اتفضلي. قال لهم السفير الاسرائيلي قال لهم الست دي خطر ولازم تمشي لان حتى اليهود العرب بيصدقوها. انت عارف المصداقيه دي اهم حاجه. اللي قال الجمله دي مين؟ السفير الاسرائيلي. السفير الاسرائيلي اللي قال تمشي. اللي انا عايز اقوله لك بقى ان انا ليا زملاء لبنانيين كلهم الحمد لله موجودين قالوا لي فريده هي انت مجنونه؟ قلت لهم ليه؟ قالوا لي يعني هتترفدي. قلت لهم اترفد. طب يا بنتي انت في الخمسينات هتعملي ايه يعني؟ قلت لهم امسح بلاط. وعلى فكره انا مش مزايده، انا الحمد لله يعني الحمد لله جوزي كان كويس وكده وبتاع، بس انا ما عنديش مانع امسح بلاط اشتغل في بيت وما احطش ايدي في ايد سفاح اسرائيلي. ده كان شعوري. وبعدين قلت لهم قالوا لي طب ما انت كده حطيتي على كاهلك السي اي اي والموساد والبتاع المخابرات الاسرائيليه. قلت لهم انا ماشي على المثل اللي قالته لي امي، امشي عدل
يحتار عدوك فيك. فخليهم يدوروا ورايا بملقاط. ما انا اقوليش هفوه مهنيه. استاذه فريده، قبل ما نطلع فاصل قصير ونرجع تاني نوجه السؤال لحضرتك، يعني كيف ترين تغطية الإعلام المصري، وكيف ترين برضو الغرب بيشوف إزاي الإعلام المصري بوجه خاص والإعلام العربي بشكل عام؟ هنرجع فاصل دي، هنطلع فاصل دقيقة واحدة ونرجع تاني نجاوب السؤال معاكم مرة أخرى. تانية نستكمل الحوار مع الأستاذة الكاتبة الصحفية والإعلامية فريدة الشباشي، وهنعرف منها بقى يعني إجابة السؤال السابق، كيف يرى الغرب أو المجتمع الغربي إعلامنا العربي وإعلامنا المصري على وجه الخصوص؟ شوف أقول لك على حاجة. قادرين إن إحنا ننقل قضايانا أو غير قادرين؟ أنا لا، غير قادرين. نعم. هقول لك ليه. أنا من المؤمنين بأن أنت لو أنت كنت إعلام ليك مصداقية داخل وطنك ومؤثر داخل وطنك هتجبر الآخرين على احترامك. لكن لما أنت تبقى إعلام، يعني للأسف يعني إن كتير من المتصدرين دلوقتي للمشهد ما عندهمش فكرة عن حاجات كتير، أو ما عندهمش خلفيات ثقافية، أو ما عندهمش إدراك لمدى يعني فداحة الضرر اللي ممكن تلحقه بالوطن لما تتكلم على ده او تتكلم على ده. أو الاداء الاعلامي. الاداء الاعلامي. نعم. انا بتكلم عن تجربه. انا خط مواجهه مع اعتى دوله في المنطقه واكثر دوله عدوانيه اللي هي اسرائيل، وخط دوله مع اشنع فصيل معادي للاسلام في اوروبا كلها، وكمان برضه في فرنسا بحكايه سلمان رشدي. وكنت واثقة ان محدش يقدر يعمل لي حاجة، وما قدروش يعملوا لي حاجة، وانا اللي كسبت الجولة في الاخر. صحيح انهم بعد كده فصلوني، بس فصلوني لسبب خالص بعيد عن كل ده. اخترعوا لي حاجة انهم ينزلوا مرتبي 5000 فرنك، يعني تقريبا خمس المرتب ولا حاجة كده، وانا كان فاضل لي 3 سنين ولا 4 سنين على المعاش. قلت لهم امشوا، يعني مش عايزة. فترفت، اتفصلت لاني رفضت الشروط بتاعته. لكن كادانه فيما يتعلق ببيريز او برشدي ما عرفوش يدينوني. فانا عايز اقول ايه، ان انا لما اطلع مثلا في برنامج واقول مثلا يعني وانت مش عارف مين، انت هتقطع رقبتك، انت زفت، انت قطران، انت مش عارف ايه، انت كذا، مش دي القضيه. انا اتكلم، انا دي لك مثل بسيط خالص من الأمثلة اللي جننت إسرائيل وحصل عليها احتجاج. أنا كان مرة بعمل نشرة، وكان طلع، كنت بقول البيانات الإسرائيلية بالحرف وبأمانة شديدة جدا، طلع بيان إنه القوات الإسرائيلية قصفت موقع للإرهابيين وأسفر القصف عن سقوط 15 قتيل. كويس؟ فأنا قلت كده
صدر بيان إسرائيلي بيفيد بأنه كذا 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 كذا. من جهة أخرى أفادت مصادر فلسطينية أن من بين ضحايا القصف الإسرائيلي 3 أطفال رضع وطفلتين في 5 من العمر. شوف الإرهابيين اللي بيرضعوا دول يعني إزاي يعني. أنا ما قلتش بقى إسرائيل كذابة وحقيرة وبتاع، أنا طلعتها حقيرة من الواقع. مش بس ما قعدتش أخطر. هو ده الأداء الإعلامي المظبوط وعلى فكرة المقنع. طول 27 سنة بشتغل في مونت كارلو عمري ما قلت الكيان الصهيوني، وعمري ما قلت النكبة، ولا كل الكلام على فكرة، وكل اللي كانوا بيقولوا كده تعاونوا مع الجهات المعادية للعرب. أنا بقى ما قلتش، وما كانش هاممني أنا برضي مين، أنا كنت برضي قناعاتي المهنية والأمانة المهنية. الأمانة المهنية مهمة جدا. وكانوا كلهم عارفين. مرة مدير الأنباء قال لي أنا رحت لفيت الدول العربية حتى الخليجية وقالوا لي أنت عندك واحدة ناصرية. قلت له عرفوا إزاي؟ أنا عمري ما قلت يعني، بس التوجه بيبان. ده بالنسبة لهم جريمة يعني. طبعا عندهم جريمة. واحدة ناصرية غالباً عندهم كده. مشكلة بالظبط. أستاذة فريدة، حضرتك يعني حاجات كتير مرت في حياتك، وما بتفكريش أن أنت تكتبي مذكراتك؟ والله هقول لك، كتير اقترحوا عليا الاقتراح ده، بس أنا عندي مشكلة بقى، إن أنا أعتقد يعني إن عمري ما أذيت حد، عمري ما خنت، عمري ما كذبت، يعني أنا يعني صريحة بقول، وده كلفني كتير يعني. فقلت أنا لو كتبت مذكرات هيقولوا يا سلام يعني خلاص بقى ستنا مش عارف مين، فأنا خايفة يعني، لأنه ما أقدرش أخترع. أنا مرة واحدة عملت حاجة شريرة، بس شريرة قوي قوي، وكان عندي 13 سنة أو 12 سنة. كان في بنت معايا في الفصل في المدرسة الفرنساوية، أنا كنت بطلع الأولى بفترة يعني، أطلع الأولى وبعدين التانية ورايا ب 22 درجة 24 درجة، مع أنه ما فيش حد في عيلتي يعرف كلمة وي يعني، أمي وأبويا يعني أبويا صعيدي أمي فلاحة. فالمهم انه بعد ما يعني امتحنا وكده، فجت السرات بقى رايهم ان انا كده هتغر، انا عماله بطلع الاولى بجنون يعني وكله درجات نهائيه. فحاولوا مره ان هم عشان يعلموني التواضع، فخلوا بنت صاحبتي طلعت الاولى وانا وراها الثانيه، بس الفرق ايه؟ ربع درجه. كويس، قلت ماشي. قعدت اعيط اسبوع، انا بعيط من الظلم مش لاني انا طالعه، انا عارفه ان انا مش الثانيه، بس قعدت اعيط من الظلم. فجيت لما جينا نمتحن في اختبار الثلاث اشهر كل شويه ده تريمستر يعني، فرحت مغششه صاحبتي دي اللي هي طلعت الاولى المساله الرياضيه غلط، مش غلط فضيحه يعني، غلط جدا جدا. فلما طلعت فكانت بتعيط، هي فهمت يعني ان انا، فراحوا سألوها قالوا لها انتي بتعيطي ليه؟ قالت لهم انا عشان افتكرت واحدة قريبتي ماتت يعني كده يعني. فانا ساعتها اتجننت، قلت انا بنتقم منها، انا عايزة انتقم من السير من الرهبة مش منها يعني. اللي عايزة اقوله لك باختصار ان انا لما جينا في الامتحان بتاع الابتدائية الفرنساوية في الليسيه، انا اللي غششتها الماتيماتيك برضو الرياضة وخدتها مني ونجحت، لان ساعتها حسيت ان انا يعني صغرت في نظر نفسي قوي. ده الحاجة هي دي الحاجة الشريرة الوحيدة اللي حضرتك يعني فاكراها. فاكراها يعني لو قلبت في الذاكرة ممكن تلاقي حاجة تانية؟ لا يعني هي دي بس؟ بس دي، لأن بس دي كانت على فكرة يعني لو حضرتك قلبت في الذاكرة ولقيتي حاجات تانية شريرة هتكتبيها في مذكراتك؟ لو لقيت تمام. بس أنت عارف السر الرهبة دي اللي عملتي ده، كانت بتقولي عشان نعلمك التواضع. قلت لها لا، انت علمتيني اني لا اثق فيكي، وعلمتيني اني لا اثق حتى في القيم اللي انت بتقوليها لنا يعني الاجتماعيه او الدينيه او بتاع، بحس اني كدابه لاني غشتيني. انا مش كده، انا ممكن اتحمل ده لو انا كده. استاذه فريده، حضرتك شرفتينا جدا. شكرا. ونورتينا النهارده واسعدتينا واسعدت مشاهدينا. شكرا. والحقيقه يعني حلقه واحده لا تكفي، وساعه لا تكفي، وساعتين لا يكفوا يعني. احنا انا قلت لك كل حاجه بعدنا، لا لسه في حاجات كتير حضرتك. شكرا. قلتي اكتر من كده يعني،
لكن وقت البرنامج يعني لم يسع هذه الحياة الحافلة بالأحداث والمواقف واللي توضح قد إيه حضرتك شخصية قوية ولك علاقات متشعبة وتدركين ما تفعلين جيدا في أي زمن وفي أي وقت. والحقيقة اعترافاتك أحيانا وصدماتك الاجتماعية أحيانا بتصيبك بالهجوم المجتمع شوية إلى حد ما، ومع ذلك حضرتك مستمرة في نفس الاتجاه. شرفتنا جدا. شكرا. إن شاء الله يعني نرجو أن تكون حلقة مفيدة اليوم لأعزائنا المشاهدين، ونراكم في حلقة جديدة من برنامج عرب كافيه مع محمد الشريف الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله. إلى اللقاء.